إذن مشاهدينا، الاغتيالات بحق الناشطين في العراق مستمرة، حيث أطلق مسلحون مشغولون فجر أمس النار على الناشط إيهاب الوزني أمام منزله وسط كربلاء جنوب العراق. الوزني كان رئيسا لتنسيقية الاحتجاجات ومن أبرز الأصوات المناهضة للفساد والمنادية بالحد من نفوذ إيران والجماعات المسلحة في المدينة، وكان يشارك في الاحتجاجات بشكل مستمر. السلطات العراقية فتحت تحقيقا لتحديد هوية المتورطين في الاغتيال، وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن شرطة كربلاء استنفرت جهودها بحثا عن قتلة الناشط. وأحدث اغتيال الوزني صدمة بين مؤيدي ثورة تشرين الذين خرجوا على الإثر في تظاهرات احتجاجية في كربلاء ومدن جنوبية أخرى بينها الديوانية والناصرية مطالبين السلطة بوقف إراقة الدماء. كما تجمع متظاهرون غاضبون أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء وأحرقوا إطارات وأضرموا النار في مبان تابعة لحماية القنصلية الإيرانية في كربلاء، متهمين الميليشيات الموالية لإيران في العراق باغتيال الوزني، لتستدعي بعدها الخارجية الإيرانية سفير العراقي في طهران وتسلمه مذكرة احتجاج على مهاجمة قنصليتها في كربلاء. ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في أكتوبر 2019، مشاهدينا، تعرض أكثر من 70 ناشط لعملية اغتيال أو لمحاولة اغتيال، في حين اختطف عشرات آخرون لفترات قصيرة. الدراجة ما استطلعت له قبل الجوار. هو هنا صار راح يطلع هسه. من يطب الفراغ ما يطب. سيد الدراجة واقف من هاي الصفحة. هذا هنا واقف. هذا جاء طيب جاء. هاي الدراجة طبت. هاي الدراجة طبت. واحد نفل علينا. نفل. دراجة قبله طبت. دراجة قبله طابة. هذا نفل وطلع. ولم تمضي 24 ساعة على اغتيال الناشط البارز إيهاب الوزني في كربلاء حتى صدمت الديوانية جنوب العراق بمحاولة اغتيال أخرى طالت صحفيا عراقيا، حيث كشفت كاميرا مراقبة مثبتة في مكان الحادث لحظة إقدام مسلح ملثم على فتح باب سيارة الصحفي أحمد حسن حين كان يركنها أمام منزله حاملا مسدسه ليفرغ رصاصه في رأسه وكتفه تحت جنح الظلام. نحاول أن نفهم ما يحدث مع ضيوفنا من بغداد. ينضم لنا معنا الجبوري المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية، أهلا بك. ومن عمان ينضم لنا الدكتور باسل حسين رئيس مركز كلواذا للدراسات والأبحاث، أهلا بكما ضيفي الكريمين. واسمح لي أن أبدأ من بغداد معك أستاذ معا لفهم هذه العمليات المتكررة. تتكرر هذه العمليات وتتتالى معها الإعلانات عن لجان تحقيق، لكن لا أسماء تذكر، لماذا؟ مساء الخير ست ريم والسادة المشاهدين وضيفك الكريم من عمان. حقيقة ليس مفاجأة ولا غريب، وخصوصا نحن نقترب من موعد الانتخابات الذي تم تحديده في 10 أكتوبر القادم، ومن المتوقع أن تتغير الخارطة السياسية العراقية نتيجة تنامي الوعي الشعبي ونتيجة الحالة التي تؤمل في أن تتغير بها عملية إزاحة الطبقة السياسية الحاكمة منذ 17 عاما والذي أوصلت البلاد والعباد إلى هذا الحال. وطبعا هؤلاء الشباب الذين نفسهم هم أسقطوا حكومة عادل عبد المهدي المتخاذلة والمتهمة بكثير من الإدانات،
خصوصا في قضية معالجة القتلى شهداء ثورة أكتوبر وعشرات الآلاف من الجرحى. لذلك هذه الفصائل المسلحة لديها غطاء سياسي، ولا ليس من مصلحتها أن تفقد امتيازاتها وتفقد إمبراطوريتها التي بنتها خلال هذه الفترة، فهي تملك المال والجاه والسلاح والسلطة، وبالتالي أي عملية تغيير جذرية لا تصب في مصلحتها. عملية الترويع طيب، لكن أستاذ معا لو سمحت لي حول هذه النقطة بالتحديد، لما تقول بأن هذه المجموعات لها غطاء سياسي، طيب غطاء أو أن كل السلطة السياسية تغطيها؟ لأنه سيقول البعض إن كان لها غطاء سياسي من جانب معين فالبعض الآخر قادر على فضحها. ولذلك طرح السيد مصطفى الكاظمي حقيقة برنامجه الواضح، والذي يعد هو الأجدى نفعا في هذه المرحلة لتجنب أي صدام مسلح على مستوى الشارع العراقي، وهو الحوار الوطني. الحوار الوطني هو أن يتم التيام هذه الأحزاب في طاولة مستديرة، وأن تتدارس الوضع بمصداقية، وأن تأخذ صوت الشارع العراقي المنتفض بعين الاعتبار، لأن لا يمكن لهذه الأحزاب وهذه القوى أن تستمر على هذا الحال. الحوار الوطني هو يعني أن هذه الكتل وهذه النخب، من مؤيد لها ومن معارض، من طيب كان مع الدولة ومع لا دولة، من أستاذ كان معاً لدور الطبقة السياسية. طيب لكن نبقى في نفس هذا الإطار معك دكتور باسل. اليوم هناك عمليات متابعها، هناك كاميرات توثق هذه العمليات، لكن ليست هناك جهة معروفة تقف وراءها، لماذا؟ بدأ مساء الخير ست ريم وإلى مشاهدكم الكرام وإلى ضيفكم الكريم. بالتأكيد نحن نعلم جيدا أن عمليات الاغتيال هذه ليست يعني منقطعة، وإنما هي تأتي في سياق يعني سلسلة الاغتيالات تم استهداف النشطاء والمتظاهرين والباحثين، وهو يعني استهداف ممنهج، بمعنى أن هنالك استهداف لا يمكن أن نطلق عليه إلا أنه إرهاب ومنهج ضد الأصوات الحرة، ضد الصحافة. الإشكالية الأساسية أنا أعتقد أن هنالك جانب سياسي وجانب عقائدي. يعني ننسى، وأنا دائما أتحدث عنه على الرغم أنه ما يتم التأكيد عنه، وأعتقد أنه مهم جدا، لأنه هذه عمليات الاغتيال تتم وفق يعني فتوى عقائدية، بمعنى حين يذهب هذا الشخص يقوم بعمل اغتيال شخص ذو خلفية عقائدية، وهذا متسلح بفتوى تكفيرية. ولذلك أقول أنا أنه من يصدر هذه الفتوى دكتور باسل، من يصدرها، من يقف وراءها، ومن يدعمها حتى الوصول لتنفيذها؟ أنا أعتقد هذه الفتوى التكفيرية هي غريبة على النمط السياسي الشيعي التقليدي، وأنا أعتقد أنها يعني ولائية، بمعنى أنها فتاوى تكفيرية نفس النموذج الإيراني اللي يستخدم تجاه المتظاهرين. وتلاحظين أحيانا في يوم واحد يتم يعني قتل 1000 متظاهر في إيران، وهذا ذكرت كل المواقع العالمية والإحصائيات وربما حتى أكثر. هذا استهداف عقائدي، بمعنى أنه نمط تكفيري في العراق بدأ ينشأ بفعل هذه الميليشيات الولائية، هو نمط غريب، ربما حتى بدأ يأكل من المرجعيات التقليدية الشيعية، السيد علي السيستاني وغيره وآخرين، هذه المرجعيات. بمعنى أن هذا نتحدث الآن عن نمط تكفيري شيعي تحديدا، هذا النمط التكفيري الشيعي هو غريب على المجتمع العراقي حقيقة، وهو آتي من إيران تحديدا. ولذلك احنا سابقا كانوا يتحدثون عن طرف ثالث وكنا نقول كذب، والآن السياسيين أنفسهم قادة الميليشيات أنفسهم اعترفوا في الفترة الأخيرة أن لا وجود لطرف ثالث، معنى أن هنالك ليس طرف ثالث، هنالك ميليشيات تستهدف المتظاهرين. لماذا تستهدف المتظاهرين؟ لأن أعتقد لعدة أسباب. أولا الضغط المستمر على النشطاء وترهيبهم، ثانيا مع قرب الانتخابات أنا أعتقد دفع
المتظاهرين إلى مقاطعة الانتخابات. أنا أعتقد هذا الهدف، وبالفعل لو تلاحظين كثير من القوى قاطعت الآن الانتخابات، أعتقد هذا في مصلحة الأحزاب لأنه جمهورها الحزبي وهذا الجمهور الميليشياوي هو الذي سيذهب يعني وحيدا إلى هذه الانتخابات، وهو أعتقد هنا مكمن خطورة. ثانيا أيضا اختيار المؤثرين في النشاط، وتلاحظين كل اللي تم اختيارهم هم مؤثرين في المجال المتظاهرات، يرأسون التنسيقيات يعني، ولذلك يستهدفون هذه الشخصيات المهمة. أنا أعتقد هنالك منهجية ليست اعتباطا وليست أنه رد فعل وإلى آخره، لا، هذا عمل ممنهج تسير عليه هذه الميليشيات الولائية. هذا أمر أنا متأكد منه. طيب ممنهجة كيف أستاذ؟ معا إذا ما ذهبنا في نفس هذا الإطار، يعني لما يتحدث دكتور باسل عن لا وجود لطرف ثالث باعتبار أن الطرف الأول هي الحكومة، الطرف الثاني هو الشعب، الشعب مستهدف، إذن هذه المجموعات يعني مغلفة بإطار حكومي، يمكن قول ذلك؟ لا 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 يمكن اتهام الحكومة سيدتي الفاضلة بشكل مباشر. نحن نعلم ليس من مصلحة الحكومة أن تعم الفوضى وتسقط الحكومة كما سقطت حكومة عادل عبد المهدي السابقة في ضوء الانتفاضة التي تحدثنا عنها. أنا قلت هناك غطاء سياسي لقوى موجودة لديها فصائل مسلحة، ونعلم كلما كبر حجم الفصيل المسلح لهذه الأحزاب، لأحزاب وكتل سياسية. ما هو الأحزاب والكتل السياسية؟ هذا هي المكونة للبرلمان العراقي أولا، والمكونة كذلك للتشكيل الوزاري، يعني هم ينتمون إلى هذه الأحزاب وهذه الكتل في النهاية. نعم، كما تفضلتي، البرلمان هو الحقيقة يعتبر المسؤول الأول، الملام الأول، لأن هذا البرلمان مؤلف من هذه التوليفة التي تحدثنا عنها، سواء كانت مع أو ضد، يعني مع الدولة أو مع لا دولة، مع هذه الأحزاب أو ضدها. الولائية أيضا لا يمكن أن نغفل هنا جانب أحزاب تعلن عن نفسها، فصائل تعلن عن نفسها في الإعلام، ليس سرا يعني يباح عندما تقول هذه الفصائل نحن من يتصرف ويتحكم ونرفض ولا نقبل ونعاقب ونحاسب ونضرب. هذه حقيقة المعادلة هي الواقع على الأرض، وهذه الأحزاب هي الملامة. لذلك أنا ذكرت أن موضوع دائما عندما يصار إلى عملية الحوار الوطني هو محاولة لتجنب الصدام المسلح. هناك قاعدة سيدتي ثابتة تقول أن من يمتلك السلاح يستعمله، وإلا ماذا يعمل به؟ وليس غريبا يعني هذا السلاح هو الآن يعتبر خارج سيطرة الدولة. لذلك كلما حاولت الحكومة هنا أن تبذل جهدا لكي ترحل المشهد إلى ما بعد الانتخابات، وكما ذكرت على أمل أن تتغير الخارطة السياسية في صناديق الاقتراع، وإن كان هناك مسألة فيها صعوبة نتيجة وجود هذا السلاح يروع وحقيقة يعطي رسالة سلبية إلى الشارع العراقي، إلى الداخل العراقي، في أن ممكن أن يذهب المواطن بأريحية ويدلي بصوته ويختار من يشاء. لذلك هذا الجانب هو الأكثر تعقيدا في مشهد الانتخابات القادمة. لا يمكن حتى لو كانت حقيقة خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة، حتى لو المنظمات المجتمع المدني دخلت فاعلة على المشهد، ولكن طبعا القول هناك مراقبة أخرى، يعني هناك مراقبة داخلية ربما. طيب سأعود لكم ضيفي الكريمين حول دائما هذا النقاش. فمنذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر الماضي، تعرض عشرات الناشطين العراقيين إلى عمليات اغتيال أو اختطاف، ولا يزال بعضهم في عداد المفقودين. نتابع. أحملكم المسؤولية الكاملة، رجل مهدد اليوم، أنتم كلكم اليوم الموجودين، قائد شرطة كربلاء، والله العظيم أنا منطي حتى الأسماء اللي إذا انقتلت أني. الجهات القاتلة معروفة، اليوم ماكو عراقي حتى الطفل ممكن يعرف من الجهة اللي جاي تقتل.
أعود من جديد إلى ضيوفي دكتور باسل في التقرير كما كنا نتابع أو قبل أن أعود لك أتابع دائما في نفس هذا الإطار وأعود لك مع الجهات التي طبعا تكون وراء هذه العمليات. فتم تداول مشاهدين فيديو للناشط العراقي إيهاب جواد الوزني الذي اغتيل في كربلاء وهو يوجه كلامه للشرطة بأن القوات الأمنية هي المسؤولة عن حياة العراقيين وأن أي شخص يقتل فالمسؤولية تقع على عاتقهم. أنتم مسؤولون عن حمايتنا، كل واحد ما يقدر، كل هؤلاء المتظاهرين اليوم ما هددون، أي واحد يقتل أو يضرب منهم أنتم المسؤولين، وإذا ما تقدرون وخروا، أكو كفاءات في البلد، أكو موجودة، أكو خبرات موجودة قادرة أن تحمي أمن كربلاء وأبنائها بأيام معدودة. دكتور باسل أعود لك مع هذه التصريحات، الوزني المغدور لماذا وجه المسؤولية الأولى والأخيرة للشرطة؟ لأن الشرطة المفروض أو الأجهزة الأمنية هي التي تحمي المواطن، أين يتجه المواطن؟ من يحميه؟ بالتأكيد في كل دول العالم المسؤولة عن أمن المواطن هي الأجهزة الأمنية وأجهزة الشرطة، هي المسؤولة المباشرة، لكنه نحن نعلم جيدا أن هذه الميليشيات تغرغلت في الأجهزة الأمنية، استفادت من وجودها بعض القيادات تابعة للميليشيات، وبالتالي حتى أحيانا عمليات القتل يتم تغطيتها أمنيا، بمعنى أنه في شارع مثل الشارع اللي تم اغتياله المرحوم إيهاب، هذا الشارع مؤمن، كيف استطاع القتلة الدخول إليه؟ يعني بالتأكيد أن يكون هناك خروقات يعني سمحت لهذا الاغتيال، وأيضا انسحبوا بكل حرية بدون أن يتم القبض عليهم. هذا يعطينا المؤشر أن هذه الميليشيات تستثمر موارد الدولة من أجل القيام بعمليات الاغتيال، وهذا هو مكمن الخطورة. هنالك تغول لهذه الميليشيات في مؤسسات الدولة، وبالعكس يعني ما يقوم به السيد الكاظمي أنا أعتقد خطأ كبير بحجة عدم الصدام مع هذه الميليشيات، لأن عدم الصدام مع هذه الميليشيات سوف يؤدي بالنتيجة النهائية إلى أن هذه المؤسسات تغول شيئا فتأكل الدولة، وهو هذا ما حدث. يعني تختلف في هذه النقطة مع الأستاذ معن الذي يقول بأنه إمكانية يعني مجابهة مع هذه الميليشيات قد تؤدي إلى إراقة دماء. هذا بالتأكيد أنا أعتقد أنه مبرر غير مقنع، لأنه إذا نقدم الآن 100 ضحية للصدام مع قوى لا دولة، فإحنا ربما سندفع مئات الآلاف، وربما سندخل في حروب أهلية، لأن هذه الميليشيات لن تتوقف، هي تريد أن الهيمن على الدولة، وبالتالي لو كان هنالك قرار حاسم من الحكومة لكثير يعني لصنعنا الردع. هذه بعض القوى حقيقة يعني مثل ما قال السفير البريطاني، قال أن الإفلات من العقاب هو اللي ساعد هذه الميليشيات على أن تقتل المزيد والمزيد، وبالفعل لأنه الإفلات من العقاب هو اللي يساعد. طيب. يعني تراخي الدولة في هذا الملف أنا أعتقد يعني قراءة خاطئة، ولو لاحظنا تجارب الدول لم تستطيع أن تواجه أن تنهي هذا الملف إلا بالمواجهة أن توقف مع يعني هذه الدولة. أن توقف هذه السلسلة. تعليق حضرتك أستاذ معن. سيدتي الفاضلة، لا جدال في أن قوة القانون وفرض القانون هو المخرج الوحيد للعراق من هذا المأزق الذي نعيشه، وليس حديثا يعني هذا المأزق ليس لكن قانون يعني تحقيق كما هو معلوم. يعني تحقيق يعني متهم يعني جهة متورطة، لكن لم نرى حتى الآن تحقيق أفرز أسماء أو شخصيات بعينها. هناك حقيقة كثير من المعتقلين الآن، هناك كثير من التحقيقات، هناك كثير من الإجراءات، ولكن أنا ذكرت دائما نصطدم بغطاء سياسي، وهذا الغطاء السياسي يمتلك من القوى المؤثرة في الساحة العراقية، وهذا معلوم كما ذكرت، يمتلك القوى الأكبر، وتجنب الحكومة العراقية حقيقة أي صدام مسلح
هو المخرج الوحيد على الأقل في الوقت الحاضر ذكرت لترحيل المشهد إلى ما بعد الانتخابات، لأن أي حالة صدام مسلح، وذكرت بالنص أن من يحمل السلاح يستعمله، أي صدام مسلح على هذا المستوى في الشارع العراقي هذا لا سامح الله سيحول العراق إلى حمام دم، ولا يمكن لأي قوى أن تستطيع السيطرة عليه من جراء هذه المصادمة. الحوار الوطني المطروح هل باتت هذه المجموعات خلال هذه الفترة من الدولة؟ لا، ليس أقوى أبدا. القوات المسلحة العراقية، الأجهزة الأمنية تمتلك من الخبرة والمهنية والعدة والعدد، ولكن سيدتي هذه قوى أيضا موجودة على الأرض. هذه قوى موجودة وكما ذكرنا تمتلك السلاح ولديها استعداد للمصادمة. هذه يجب أن نتجنب هذه الحالة في واقع الحال في هذه الفترة، وبما أننا مقبلون على انتخابات خلال بضعة أشهر، لم يتبقى إلى بضعة أشهر الانتخابات، تغيير المشهد السياسي والخارطة السياسية، إزاحة طبقة سياسية حاكمة نتيجة الوعي الجماهيري المراهنة على الانتفاضة الشعبية. الآن الجماهير المنتفضة في محافظات الفرات الأوسط والجنوب هي تمثل القاعدة الأساسية لهذه الأحزاب الحاكمة، عندما انتفضت ضد قياداتها وضد أحزابها وسمت حتى إيران بالمسمى الصريح، والإجراءات التي تمت ضد القنصلية والملحقيات هي الإيرانية فقط، لماذا صحيح. لم تستهدف الملحقيات والقنصليات الأوروبية أو العربية؟ إذن هناك وعي جماهيري يراهن عليه الشارع العراقي، تراهن عليه القوى الأمنية والحكومة لأجل تغيير المشهد، إزاحة هذه الطبقة السياسية كما ذكرت، ووصول العراق إلى بر الأمان بأقل الخسائر. هذا يجب أن يكون حقيقة عين الحكمة، ويجب أن يأخذ بنظر الاعتبار، وإلا لا سمح الله المشهد كبير، وطبعا ليس خسائر كبيرة وعظيمة. طيب دكتور باسل، وضحت هذه الفكرة. دكتور باسل، هل يمكن لهذه الانتخابات فعلا أن تنقذ أو أن يتغير فيها شيء معين، بالإشارة إلى النفوذ الإيراني في الداخل العراقي بعد ما ذكرنا من جديد الأستاذ معا بتوجه المتظاهرين في كل مرة بعد كل اغتيال إلى القنصلية الإيرانية وإلى المؤسسات الإيرانية للتجمع حولها والتنديد بنفوذ إيران في الداخل العراقي، هل هذه الانتخابات قادرة أن تغير؟ المشكلة في الانتخابات تم إعدادها من قبل المهيمنين من الطبقة والفاعلين من الطبقة السياسية، لأن تكون منتج سياسي، يعني مو political process، مو عملية تطور ممكن أن تنتج لنا نتيجة طبيعية. إذا تلاحظين قانون انتخابي تم تقسيم الدوائر، تقسيم الكعكة، وأني سويت دراسة عن الدوائر الانتخابية، كانت حقيقة على مقاس، وكأنما أنت تخيطين بدلة على زر، فكثير من ما فيها عدالة، صيغت من أجل فاعلين أحزاب إلى آخره. ثانيا السلاح المنفلت، هذا السلاح سيستخدم في الانتخابات بالتهديد والترهيب على نحو غير مباشر غير مباشر. عدم إقرار البطاقة البيومترية، إحنا عندنا 4 ملايين بطاقة القديمة العامية ممكن أن تستخدم، وبالتالي لو حسبنا سعر مقعد على 20,000 راح يجينا 200 نائب مزور من هذه الميليشيات أو من غيرها. كيف نتحدث عن انتخابات ممكن أنه تغير وفق هذا الجو، في جو الاختيالات، عدم وجود إمكانية للمراقبة والحقيقية أو إلى آخره، وبالتالي ينبغي حقيقة تهيئة الأسس، لا تهيئة الأسس إلا أن نقضي على السلاح المنفلت. السلاح المنفلت هو اللي يهدد حياة المواطنين، هو اللي يهدد الاقتصاد الدولة، هو اللي يهدد الدولة. نعم. أنا أعتقد أنه رغبة السيد كاظم بولاية ثانية هو الذي يعني يفضي إلى بكل التبريرات، الحقيقة أنه عينه على ولاية ثانية اللي أنا أعتقد تمنعه من المواجهة مع هذه الميليشيات، وإلا الميليشيات ليست تقوى من داعش. عندنا 1.5 مليون مقابل 20,000 أو 30,000، صحيح عندهم أسلحة لكنهم مو أقوى من داعش اللي استطاع هزيمتها، وبالتالي لو كانت هناك إرادة، بالعكس هنالك رفض اجتماعي لهذه الميليشيات. لو قامت الحكومة بأي عمل حتى يكون هناك التفاف، عملية حرب شيعية وغيرها إلى آخره، كل هذه كذبة يتم تبريرها. الواقع حقيقة واقع سيء، ولن يتم حلها إلا بمواجهة مع قوى الدولة التي لو بقيت ستغول يوما عن يوم، أي يوم زايد يبقى
هذه الميليشيات المنفلتة سوف تهيمن على الدولة تتغول على أكثر وعلى كل وأكثر شيء. نعم وضحت الفكرة، سيبقى دائما موضوع للمتابعة. شكرا جزيلا لك دكتور باسل حسين رئيس مركز كلواذا للدراسات والأبحاث، وشكر كذلك موصول لك أستاذ معن الجبوري المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.